السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، ويلا بينا نخش في الموضوع. أنا النهاردة حبيت أصور لكم الفيديو ده لأن ما كانش ينفع إن أنا ما أصوروش. أنا سكت مرة واتنين، لكن المرة دي مش هسكت على اللي حصل، لأن اللي حصل ما يتحكيش، لازم تشوفوه بعينيكم. طبعا انا تعاملت مع سوق دوت كوم والمره دي للمره الثالثه. بصراحه اول مره كان التعامل كويس. انا طلبت المايك ده، مايك بويا ام 1، المايك كان كويس، كان واصل لي ب 250 جنيه مصاريف شحنه، شغال معايا كويس مفيش اي مشكله. تاني مره طلبت اوردر كان عبارة عن حامل ده هو طبعا ضعيف بس شغال يعني على قد فلوسه وما فيش مشكلة، وكان في كرومة خضرة وكان في رند رايت. طبعا الكرومة الخضرة سبتها، وكانت القماشة بتاعتها عاملة زي شنط الهدايا، عبارة عن بلاستيك معرفش فيها نسبة خيوط بسيطة أو يمكن مفيهاش، اللي هما كانوا بيقولوا لا فيها نسبة بلاستيك بسيطة. طبعا هي يعتبر مفيهاش قماش، سبتها. وكان الرينج رايت طرب مقاس 33، وصلني مقاس 25، واتصلت على خدمة العملاء قالوا لي معلش يا فندم وهنعمل لك طلب ارجاع والمندوب هيجي يستلمه منك. والمندوب هيستلمه وهيوصله للتاجر، التاجر هيفحصه وبعد كده فلوسي هترجع لي في الحساب تاني. بصراحة الموضوع طال ممكن اسبوع او 6 ايام او ممكن ازيد، مش عارف تقريبا. والفلوس رجعت لي على المحفظة بتاعتي، كنت جايب فودافون كاش. وطبعا دي غلطة، المفروض ان انا ما اقولش اشحن فودافون كاش او الدفع فودافون كاش ولا فيزا، الدفع يكون عند الاستلام. فودافون كاش هتوفر لي 50 جنيه، هتوفر لي 20 جنيه، هتوفر لي 30 جنيه، هيحصل معاك زي اللي حصل معايا، ال20 او ال30 او ال50 الخصم، هترجع المنتج وهيخصموه هما مصاريف شحن وخصم على الارجاع، وبرضه يبقى انت ما وفرتش حاجه وما استلمتش المنتج بتاعك الصح. لكن انا لو الطلب بتاعي دفعت عند الاستلام، هقدر ان انا اشوف المنتج استلمه او ما استلموش قبل ما ادفع فلوسي. ورجعت الرينج رايت مفيش مشكله، وجربت الكرومه بصراحه فيها لمعه ولقيتها ما تستحملش، وخامه سيئه جدا، وطلبت ارجعها ورجعتها. المندوب اللي جاب لي، طبعا كنت طلبت ترايبود، المفروض الترايبود اللي انا جايبه متوافق مع كاميرا فيديو او كاميرا رقمية. طبعا للأسف الترايبود ما ينفعش لتليفون نوكيا ان كشاف، مش هقول تليفون سامسونج، حاجة الله المستعان يعني ما يشيلش كاميرا خالص. ينفع للي بيصور على تليفون ما فيش مشكلة، لكن كهستعمله الكاميرا ما يصلحش الكاميرا لانه ضعيف. وهوريكم، طبعا جاني الترايبود في الكيس ده كان مربوط
قلت للمندوب افتحوا لي، فتحوا، هو اللي فتح المندوب، ببص فيه بنفس الشكل، لقيت مكتوب WT 3520، المفروض اللي انا طالبه 3560. قلت له يا فندم مش دي اللي انا طالبه، وانا برجع الكرومه برضه لان اللي مكتوب في الوصف غير اللي بيجيبوه لي، غير اللي بيشحن التاجر. الريبوت طلبته مقاس 33، جاب لي مقاس 25، والتراجون نفس الطريقه هو. طب ايه اللي عمل؟ خده، انا مش هستلم، مش عاوز استلم. قال لي لا خده وهيجي لك مندوب تاني، اعمل اتصل على خدمه العملاء واعملوا لك طلب ارجاع وهيجي منك مندوب تاني، مفيش مشكله خالص. وفعلا خدته، وطبعا زعلان جدا. قلت لازم اعمل معاكم فيديو لان اول مره ما عملتش ده للكرومه ولا الرينج رايت، وقلت لازم اصور لكم تجربتي، لازم الكل يشوفها عشان الكل يتعلم. يا ريت ما حدش يغلط غلطتي ويقول اتسوى اونلاين وادفع مقدمه، الدفع يبقى عندي الاستلام. عجبني المنتج بتاعي خدته، ما عجبنيش المنتج اللي انا طالبه مرضوش. هو شغال بالتصوير البسيط للي احافظ عليه، لكن ما ينفعش معانا طبعا، انا عايز حاجه تستحمل. هو مقفول كده اهو، ممكن تمام، لكن لو فتحته مفيش، ده طبعا اهو اقفله مفيش مشكله، بس ضعيف، مش ده اللي انا طالبه. انا طالب حاجه تستحمل الكاميرا، حاجة تستحمل معايا التصوير. الحامل المفروض اللي انا طالبه يكون مقاس بيوصل ل 180 سنتي. طبعا التليفون ده ممكن اقول لكم لعبة بصراحة، حاجة ما اقدرش اقول غير ان ده تاجر غشاش. تريبوت في الوصف مكتوب ان هو بيوصل ل 180 سنتي، طبعا ده واصل اهو حضراتكم، اهو هوريه لكم اهو، واصل لكام؟ 140 سنتي، طافين 180، 180 سنتي اهو. طب ليه؟ ليه كده؟ المندوب ملوش ذنب، خدمة العملاء بكلمهم الناس بترد علينا بكل احترام، لكن المشكلة في سوق دوت كوم، في التجار، التجار غشاشين، لأن المفروض حط منتجك، اعرض منتجك بالسعر بتاعه، بس يا ريت يكون فيه مصداقية، لكن ده اسمه كذب غش. ربنا مش هيبارك لك اما تعمل كده، ربنا مش هيبارك لك. طبعا جايلي التريبورد هوريكم الكرتونه بتاعته، شكله راح برضه لحد تاني حول الله قبلي واتنصب عليه. كرتونه اشوفكم مبهدله ازاي. الجنب التاني لو مقطع، ونقول الشراء اونلاين. لا انا لو مش موجود، انا فعلا انا مش موجود عندي حد بيبيع ده الريبوت اللي زي ده مثلا في المكان اللي انا فيه، انا اسافر له واروح اجيبه واشوف الحاجه اللي انا هشتريها واللي هدفع فيها فلوسي واجيب الحاجه النظيفه، وبلاش اللي بيحصل ده. وما السوق دوت كوم خالص انا ما انصحش بيه لو كله بالاسلوب ده.
الحمل ده كنت طالبه في نفس الاوردر ده ب 30 جنيه في الصوره تحس ان حاجه كبيره بس للاسف هو ده. يبقى احنا خدنا من الطلبيه الاولى ده وده من الطلبيه الثانيه ده طلبنا يرجعه النهارده وللاسف برضو اكتر اللي بيشتري من على سوق دوت كوم بيتخدع في الصور بتاع المنتج المعروض وبيجي يستلمه ويفتحه بعد كده ويلاقي بيشتري لعب اطفال. يا ريت انصح اي حد انه ما يغلطش نفس غلطتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.